في رمضان البركة أريد تقدم لكم عائلة الخير. رينالدو سيموني من لا ريشة ومن لا ثخامة، هذا أكبر ستيليست موديليست في إيطاليا. وإحنا صغار كانوا جيراننا في لافاييت، وبعد روحوا لإيطاليا. أون سي بيردو دو فيو. نهار أنا نسيرفي تحت بيه على الفيسبوك، قلت له حاجتي بيك، ما قصرش يا هوجي، قال لي علاش عيطتي؟ ما بيركي. قلت له صوت توه، كان تحبوا الحكاية توفى في الدومين متاع الفصالة والخياطة، اضغطوا على نجمة 166 نجمة 1 دياز، وكان تحبوها تولي حكاية أخرى، اضغطوا على نجمة 166 نجمة 2 دياز. التصويت مجاني. أريدو.